ولا سلوم ولا سنس ايه ظبطت الظروف مستنيك عم الدنيا خد بكره خد يوم امر يا باشا كلم الباشا عايزين ناخد وندي في كلام وندي المؤاخذه يعني يا باشا مفيش بينا كلام هتكلم الباشا عين انا عايز مصلحتك يا باشا انا عارف مصلحتي كويس قوي ويكون في علمك يا باشوات اللي حصل المره اللي فاتت ده مش هيعدي على فكره ده كل ده بقى رغي رغي في رغي او الباشا املك انت عامل فيها وحش ولا ايه قلت لك عايزين نتكلم كلمتين عشان نهدي الدنيا منك نصفي الامور الاول يا باشا وبعد كده نبقى نهدي الدنيا ونتفق نتفق على ايه؟ طب قول اعمل الباشا شاي قول يا ماشي بسرعة اعمل له شاي اعمل له شاي فاتلة وطول له فاتلة طب عزيز بيه شوفوا كده احتمال يكون عايز ارجعك الشغل ولا حاجة ترجعني فين؟ الله الحرام مديني مراجع وانا هفضل سواق طول عمري يا حسني ولا ايه؟ يا عم رحمة احتمال يكون عايز يديك فلوسك ولا يكون هيحاسبك على العربية طب استنى الو عبد عزيز بيه معلش يا باشا كنت في الحمام بس النهارده ماشي يا باشا مع الف سلامة خير عايز نروح له بالليل الساعة 8 انا شايف ان انت تروح له اهلا يا اخوي تشرفت سخنيني شويه ميه عشان استحمى مفيش جاز البيت كله مفيهوش حاجه من ساعه ما حضرتك شرفت في الحجز وانا قاعده في البيت ما خرجتش مش وقت الكلام ده تصرفي اتصرف منين يعني يا الله اعمل ايه هو انا الراجل ولا انت ما تتصرف انت مالك يا وليه ده انا بعت يوم في الاسم من بعد الاخر بعد انا مالك في ايه ملياش فيه وبعدين بعت كده عشان انا عندي ميعاد ومش فاضيه لك راح فين انت مال اهلك انا مال اهلي مالك انا بقول فيه انت جرالك حاجه قرفت طهقت ما بقاش عندي مرار خلاص العيشه الهباب اللي انا عايشاها دي مش طايقاها بقول لك ايه يا جابر طلقني ايه يا مره اتجننت ولا جرالك ايه في ايه ما جراليش حاجه الله خلاص قرفت منك مش طايقاك ريحتك وحشه يا اخي يا ولية ده ما كانش يوم بيته بره مجنون انت في ايه مالك بقول لك ايه ابعد عني انا لازم امشي الله فين بقى يا مالك غور يا شيخ ده تاكل قرف الله ده تقرف وليه بقول لها عايز جهاز عشان استحمى وتقول لي مفيش والامور والع ولا تقلقي العيال دي هتتربى النهارده محدش فيهم هيعرف يستجرى يرفع عينه فينا بعد كده انت عارف يا اخويا انه جابر خرج من الحجز جابر مين ياما بقول لك ايه يا نبوية ما تخلصي مني يخرب بيتك اخلص من مين مالك يا بنت ما تتهتيش كده احنا هنشتغل احلى شغل مع بعض بعدين جابر ده هيقف لنا لما مؤاخذه يعني زي اللقمه في الزور بعدين يعني انا مستغرب واحده بحلاوتك وبطعامتك كده تبقى قاعدة مع جابر المعفن ده أسره هنشتغل يا أخويا النهاردة ولا قاعدين؟ أحلى شغل يخرب بيتك أنا في الشارع حد يشوفنا بقول لك إيه يا نيمو بتيجي المطرح بتاعي البضاعة هناك مرصوصة أهو نقعد ونتكلم ونحسب الحسابات ونقرب المسافات بعيد اللي بيني وبينك يا أخويا إيه جابر في إيه؟ يا جابر Thank you.
كده يا صاحب المكان بالراحة. مصيبة يا جدع انت. انت جديد يا شكلك مش من المنطقة. الطرب دي في زمامنا. انت ايه اللي جابك هنا ولا مين اللي بعتك؟ بقولك ايه؟ بالذوق كده هات الفلوس اللي تتهالك. ها؟ اه؟ يا ابن اللذينة. يا ولد. خلاص. يا ولد. خلاص. 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 طلع على البهمة. خلاص. 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 تابع جميع حلقات مسلسل ألوان الطيف على فيو.